والآن مشاهدينا إلى شباك هاشتاغ، ونرصد فيه اليوم أبرز ما شغل الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي. وينضم إلينا أحمد جرادات مراسلنا من القدس. أهلا بك أحمد. إذا لا للضم، هاشتاغ ما يزال طبعا التفاعل حوله متواصل، لا أعرف لأي أسبوع. نعم ديما، يعني متواصل منذ عدة أسابيع، منذ الإعلان عن إعلان النية الإسرائيلية عن ضمها لمناطق ولأراضي من الضفة الغربية لسيادتها، ولكن تكثف هذا الهاشتاغ خلال اليومين الماضيين، وبالتحديد منذ مساء الأمس، حيث انطلقت حملة جديدة للتغريد ولنشر هذا الهاشتاغ في هذا اليوم في الأول من تموز، وهو اليوم الذي وعد فيه نتنياهو أن يقوم وأن يقدم على خطوة ضم الأغوار والمستوطنات في الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، ولكن حتى الآن لم يقدم على هذه الخطوة. رصدنا العشرات من هذه التغريدات، ولكن أبرزها مثلا ما قالته غدير أبو مشعل عبر صفحتها على موقع الفيسبوك، بأن فلسطين مش بس الضفة الغربية وقطاع غزة، فلسطين هي كل المدن والقرى على خريطة فلسطين، مساحتها 27,027 كيلومتر مربع، وال27 متر قبل ال 27,000 كيلومتر مربع، واستخدمت عدة أوسمة منها: ضد الضم، لا للضم، يسقط الاحتلال الفلسطيني، فلسطين وفلسطينية. أيضا زهور استخدمت هذا الهاشتاج وقالت بأن خطة نتنياهو يبلها ويشرب ميتها. بخصوص أشرف الجنيدي، أرفق صورة لخارطة فلسطين وكتب تعليقا عليها بأن فلسطين كاملة من نهرها إلى بحرها بسواحلها وجبالها وأوديتها وصحاريها، واستخدم أيضا وسم لا للضم. أما هاني وليد فقد أرفق له صورة خلال مشاركته في مسيرة لرفض الضم انطلقت في قطاع غزة ظهر اليوم، وقال بأنه تسقط خطة الضم وإلى الأبد تحيا فلسطين حرة وموحدة، والخزي والعار لكل المتآمرين على القضية الفلسطينية. هذا كل ما يتعلق بالموضوع الأول ديما. نعم أحمد، وأضم صوتي لأصوات المغردين حول هذا الموضوع بكل تأكيد. أحمد، ننتقل إلى الموضوع الثاني، وهو طبعا حول كورونا. أيضا للأسف ما يزال كورونا حاضر في حياتنا اليومية. نعم ديما، يعني حاضر ويتمدد في فلسطين وينتشر بشكل واسع خلال الأسابيع الماضية، وخلال بالتحديد العشرة أيام الماضية هناك حالة من انتشار لهذا الفيروس بشكل كبير. فمثلا صباح اليوم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل أكثر من 280 إصابة جديدة في بهذا الفيروس، حوالي 200 إصابة في محافظة الخليلة وحدها جنوب الضفة الغربية، و47 إصابة في محافظة بيت لحم أيضا في جنوب الضفة الغربية. حاليا يتركز هذا الفيروس في بجنوب الضفة الغربية بشكل كبير. هناك بحسب وزارة الصحة الفلسطينية أكثر من 2400 حالة نشطة بالفيروس، 1800 إصابة فقط في محافظة الخليل، وهنا نقصد المدينة والقرى المحيطة بها، حيث يقطن في هذه المحافظة أكثر من 700,000 فلسطيني. اليوم وبناء على كل هذه الأرقام الكبيرة، أعلنت الحكومة الفلسطينية بأنها ستفرض الإغلاق مرة أخرى على الضفة الغربية، وتحديدا منذ صباح الجمعة ولمدة 5 أيام، وذلك في محاولة لكسر الحالة الوبائية أو حالة انتشار الفيروس الذي ينتشر بشكل كبير. من المواضيع التي رصدناها والتي اهتم بها الفلسطينيون خلال الفترة الماضية، مثلا الحادثة المأساوية التي جرت في محافظة الخليل، التي يعني توفي يعني أم وابنها بالفيروس خلال ساعات قليلة فصلت بين حادثتي الوفاة. فكتب منصور أبو حمزة: فاجعة في مدينة الخليل بوفاة الأم والابن بفارق ساعات فقط بعد ابتلائهما بمرض وفيروس كورونا مؤخرا. مشهور الجعبري ووالدته من الخليل اللذين وافتهما المنية بفيروس كورونا اليوم. هو أرفق أيضا صورة للأم وابنها، وهذا يعني استحوذ هذا الموضوع مساحات عديدة على صفحات التواصل الاجتماعي في فلسطين. أيضا وزارة الصحة الفلسطينية كانت نشيطة خلال الفترة الماضية
عن طريق نشر التحديثات ونشر أنواع الإصابات وأين تقع الإصابات في الضفة الغربية، ولكن أيضا كانت نشرت بوستا على عبر صفحتها ونشرت منشورا عبر صفحتها كتبت عليه بأن في بيت لحم الطواقم الطبية والإدارية في المركز الوطني تصلي صلاة الجنازة على المتوفي بفيروس كورونا المستجد وتنقله لمسقط رأسه في مدينة الخليل، له الرحمة ولأهله حسن العزاء، واستخدمت وسم التزامنا وقاية والتزامنا يحمي أحبائنا، وأرفقت أيضا صورة لصلاة الجنازة وكانت صورة مؤثرة وانتشرت أيضا عبر صفحات الفلسطينيين. بخصوص ما يحدث في الخليل، علي الجعبة قال بأن الحال الذي وصلنا إليه في محافظة الخليل هو مأساوي، الخليل تعاني. أما مصعب شاور فتحدث عن وفاة سيدة من مدينة الخليل بفيروس كورونا وهي الحالة الرابعة خلال 3 أيام. إذن بخصوص هذا الفيروس، يعني بحسب وزارة الصحة الفلسطينية ديما فهي تتحدث عن وجود موجة ثانية تشهدها الأراضي الفلسطينية والضفة الغربية بالتحديد، وهذه المرة أسوأ من المرة الأولى لأنه وصلت إلى أعداد إصابات تجاوزت حتى يعني حاليا 2400 إصابة نشطة في بهذا الفيروس. نعم، للأسف أحمد، نتمنى السلامة للجميع والرحمة طبعا لأرواح ضحايا فيروس كورونا. شكرا جزيلا لك لرصدك كل هذه التعليقات، ونلتقي الأسبوع المقبل.